السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم باللي راح نعرضه لكم من فيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تمثل صوتكم، أو إذا عندكم أي شيء تردون تحجون بأي شخص ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على رقم الواتساب نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم، نتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه. نبدأ أول ملف ويانا واللي هو ملف الرمي العشوائي اللي هواية حكينا عنه، اللي قلنا نتائجه وتأثيره على حياة الناس وأرواحهم، إضافة إلى القلق النفسي اللي يتسبب به هذا الشيء. يعني مو معقولة أنه الناس مدى تحس، أنا أحكي عن بعضها، أتكلم عن البعض اللي بعده يستغل هذا الشيء ويستخدم السلاح وبشكل عشوائي. عندنا مقطع مصور لأحد المواطنين يشكو من اختراق رصاصة طائشة لسيارته، بس هي ضربة جامة الأمامية مال السيارة، ولولا لطف رب العالمين وتقديره لكان الأمر أشد قسوة وأدت بروح الإنسان اللي قاعد بالكرسي الأمامي مال السيارة. مع ذلك أصيب إصابة طفيفة نتيجة هذا الشيء. خلونا نشوف سوية. بعد اللي افترى بشوارع بغداد لازم يركب سيارة درع. ضاع 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 من أنا أجت بصفر رجلي أوقعت، يعني هسه يا وليد اللي يريد يركب سيارة يركب سيارة درع والله العظيم. هاي واحدة من تأثيرات الرمي العشوائي والرصاص الطائش، لأنه أنت اللي تلزم السلاح وترمي. هواية قلنا أنه الطلقة إلها مدى، وهذا المدى توصل إلى وتفتر وتنزل بشكل قوس وراح تنزل على أخوك العراقي. هاي الطلقة اللي أنت ترميها وفرحان بيها وصاير رجال بمنطقتك راح ترجع تسوي هيجي مشاكل وأكثر، وأكو هواية ناس راحت نتيجة هذا الشيء. الرمي العشوائي شيء سيء متعب ما بي أي مظهر حضاري أو مصدر للقوة، هو عبارة عن شيء يخوف الناس لا أكثر، وما يبتعد عن الإرهاب نهائيا، لأنه الاثنين يساهمون بتخويف الناس، إثارة قلقهم تعبهم. عندنا مقطع آخر للرمي العشوائي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يبين لكم تهديدة لحياة المواطنين بمنطقة الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد، بوسط غياب لأي دور للقوات الأمنية باعتقال من يقوم برمي الرصاص أثناء المناسبات. خلونا نشوف. شوفوا قلوب الشعلة، صدى الشعلة عباوي مع الرمي العشوائي، شو يسوي على طريق مال الناس والله. هاي يعني لو واقع براس واحد شتف واحد الله لا يوفقكم جماعة الرمي العشوائي. سؤال صريح يقول لك هاي لو واقعة الطلقة براس واحد شنو اللي راح يصير؟ تكتلة. نتيجة هالشيء الناس تحكي، الناس مدى تسكت وتقول وتريد وتطالب انه لازم الحكومة تخلي حل لهاي القضية، لانه ارواح الناس مو لعبة، وهاي القضية هي عبارة عن سلاح منفلت ومو طبيعية ولا شيء سهل، لانه الطلقة العشوائية اذا ما كتلت الاولى احد الثانية تقتل، واذا ما صوبت احد الثالثة تصوب، مثل ما شفنا بالمقطع اللي طلع أول الحلقة. ولهذا يطالبون المواطنين بالتدخل لإنهاء ظاهرة الرمي العشوائي بالعراق. 8:10 بالليل هاي الطلقة شوفوها طبت للبيت عن طريق باب المطبخ، هذا الجزار والحمد لله ماكو أحد بالمطبخ. تمام، هاي العيارات النارية. يعني الملخص مال هاي المقاطع اللي شفناها، اذا انت بالسوق ما خلصان، اذا انت بسيارتك بدك تمشي بالشارع ما خلصان، اذا انت ببيتك ما خلصان. البيت اللي هو ملاذك الاخير اللي المفروض تكون مأمن ومرتاح طبت لهم الطلقه للمطبخ. سيارتك اللي تنقلك واللي من المفترض ان تحميك من هوايه من الحوادث بالطريق
لا صارت غير آمنة، ويقول لك أنه لازم تشتري سيارة درع حتى تتخلص من الطلقات العشوائية اللي تجيك. وإذا أنت ماشي بالسوق والسوق مسقف همين أطبط لك، لأنه طلقة ما تعرف، الطلقة عمية ما تشوف، وما تحدد هذا جواها منه، وما تقول هذا جواها كبير لو صغير أو رجال أو مرة، الطلقة تنزل وتقتل وما حد يعرف بيها. والمشكلة هاي الطلقات العشوائية أو الرمي العشوائي لما يروحون ضحيتها أناس تسجل ضد مجهول بس، يم ربك ما تسجل ضد مجهول. فيا حبذا أنه الناس تفكر صح وتبتعد عن هاي المظاهر، لأنه أبدا مو مظهر حضاري. أكو هواية مظاهر حلوة للاحتفال، أكو هواية مظاهر مرتبة للاحتفال، مو شرط أنت طلعت سلاحك وتصير ترمي. خلونا نعبر هاي المراحل. بس المشكلة أنه احنا دا نطلب من الحكومة أن يعني دا يطالبون الشعب من الحكومة أنه تجد حل. وأكو وزراء استوزروا بالحكومة الأخيرة مال محمد الشيع السوداني، ما رموا برشاشات، أحاديات ما شاء الله. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق ويانا من فيسبوك علي عودة، فعلا وخصوصا يوم الخميس لو تركب درع لو ما تطلع ويكون أحسن. أما تحسين باسم يقول الله ستر الزلم، اثنين كل واحد عنده عائلة تنتظره وقعد قدامهم الطلقة، إلى متى احنا نظل بهاي الحالة؟ وشنو المغزى من الرمي العشوائي بالمناطق السكنية خاصة؟ مصطفى قاسم، الشعب منطقة غير مسيطر عليها، الرمي العشوائي على قدم وساق وماكو أي ممارسة أمنية. أما أم علي تقول تنفيذ للقوانين ماكو، وهذا هو المختصر المفيد، أنه تنفيذ للقوانين ماكو، أو ماكو رادع قانوني لأي شخص يقوم بهذه الممارسة، ماكو رادع قانوني لأي إنسان يستغل هاي الحالة بسبب غياب القانون. لو أكو قانون يمشي على الكل صدقوني كلها تمشي مسطرة. ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، نحكي بيه عن مشاكل العراقيين. هاي المشاكل حكينا عليها هواية، هاي المشاكل طلعناها اللي هي الدوائر الرسمية اللي هي من المفترض أنهن وجدت حتى تساعد الناس. الدوائر الرسمية وجدت بالعراق وباقي دول العالم حتى تسهل عليهم شغلهم، يعني كل دول العالم بها مؤسسات خدمية تخدم المواطنين مال ديك الدول بمختلف المجالات حتى تكون حياتهم أسهل أرتب. لكن معاناة المراجعين بالعراق مو طبيعية. هنا راح نشوف سوريا معاناتهم لما يراجعون دائرة النفوس بناحية الحيرة بالنجف بسبب الروتين القاتل والممل، وأيضا اللي هو مو طبيعي نهائيا، إضافة إلى الروتين القاتل واستخدام الأساليب القديمة أو استخدام الطرق القديمة الورقية وعرقلة معاملات الناس اللي هي ما تحتاج ساعة عمل من أي موظف، راح تلقون أنه غياب تنظيم عالي بالدوائر الحكومية العراقية. ودائرة نفوس قدامكم راح نشوفها سوية، خلونا نشوف. دائرة الأحوال المدنية في ناحية الحيرة نتف الأشرف، الراجع عندنا معاملة صورة قيد، الراجع أسبوعين ثلاثة يرجعونه على مود الطابع عاطلة، يابا عندكم طابعة ثانية يعدنا بس هم عاطلة، زين دز كتب للوزارة خاطبوه خلي يزودوكم الطابعة، ماكو حل. وهاي العالم قاعد المراجعين جو ازدحام، هاي العالم قاعدة برا بالحر، زين وفروا طابعة، يعني شغلة مو صعبة متوفرون طابعة، شوف هاي العالم شلون ازدحام، هاي شوف العالم المعاناة، نفوس المشخاب كلها على الحيرة، والنجيف هم على الحيرة، يعني طابعة ما توفرون، يعني ليش التأخير؟ ناس عدة شغل معاملات محامين جاي ترجعون مراجعين، هاي العالم قاعدة يا وزير الداخلية الطابعة ما تعصيك، طابعة عاطلة. زين أنتوا تعرفون المفروض في كل دائرة رسمية أكو قسم اسمه قسم الصيانة، قسم الصيانة اللي هو من المفترض أن شغله هذا، ف شغله أنه إذا شيء يعطل داخل المؤسسة اللي هو يشتغل بها يروح يعين الناس يصلحها بسرعة حتى المعاملات تمشي. بعدين
دائرة الأحوال المدنية والجنسية يعني هي شغلها من المفترض أنه في عام 2023 في الثورة التكنولوجية والعصر التكنولوجي والعالم اللي دي يتطور يوم بعد يوم والأساليب التكنولوجية اللي دي تسوي الحياة أسهل وأسهل، المفروض أنه هاي الدائرة واحدة من الدوائر اللي نست الروتين القديم وبلشت تتعامل بأساليب جديدة بحيث أنه يكون أكو سيستم مسجل عليه قيود النفوس مال العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه، بحيث بس تكتب اسمه واسم امه يطلع لك القيد مالته كامل، ولما يطلب لك مراجع يقدم لك معامله بس تدقها حاسبه ما تطول بيدك ثواني، والبرنت او الطبع هم انا بس امر كنترول بي تطيها طبع وتقول له هاك حبيبي هاي معاملتك وروح الله وياك. بس عندنا بالعراق لا، كتابنا وكتابكم، وجيب لي النفوس مالتك وجيب لي القيد مالتك وراجع لي القائم مقام وراجع لي المختار وراجع لي ما ادري منه وجيب لي طابع من فلان مكان وكتب لي عريضه بفلان مكان وروح للعرض حالك اللي بباب الدائره وطلع لي من فلان مكان وروح وقع لي اياها من رئيس قسم الفلاني وروح وقع لي اياها من ذاك وذاك، بحيث اطول لك هاي المعامله اللي انت محتاج بها صوره قيد تثبت نفوسك انت تابعه اليا دائره نفوس 4-5 ايام. أما دائرة مرور البصرة بمحافظة البصرة، برنامج صوتكم اللي احنا طالعين به هسه اتناول هاي الدائرة بأكثر من حلقة وبأكثر من مقطع، لكن لحد الآن مديرية المرور الأمن الوزارة كأنما لا جاي تشوف ولا تسمع ولا تحس بالناس ولا دا تسوي حل إلهم، بحيث أنه المقاطع اللي دا يصوروها الناس وينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مستمرة كأنما الموضوع اعتيادي وطبيعي. هنا راح تشوفون بهذا المقطع معاناة المراجع العراقي لهاي الدائرة بسبب الروتين بدائرة مرور البصرة. خلونا نشوف. يكون آخر محطة بالمرور مرور البصرة تدقيق. صار ساعتين واقف لازم سرة. هاي الإخوان وياي عقب ما وصل للسرة من بعد ساعتين الأستاذ هنا قال المدير مال المرور دز علي ولازم أطلع. يا بو إحنا مصيرنا شنو؟ نعم فيهم محافظات. وسألت الضابط يا شو نسوي؟ قال توزعوا على السرى الباقي. تفضل تفضل شوف. مدير المرور صاحك على عيني وراسي روح أدي واجبك، أنت مجبر، لكن بالمقابل أنت مجبر تأدي واجبك أمام الناس. جيب واحد يقعد بمكانك ويأدي وظيفتك اللي أنت قمت وعفتها وترك الذولة كلهم ينتظرون. مو هذا الصح لو أنا دا أحكي شيء غلط، لو أنا دا خربط مثلاً. مو المفروض أي دائرة رسمية لما يترك المكان أكو بديل عنه، بديل عنه يكمل ويمشي أمور الناس ويخلصها. لو هو بالعراق بس موظف واحد، إذا بالعراق في كل دائرة أكو موظف واحد ولما يطلب منه أتأدية واجب ثاني يترك الناس ويطلع، هنا أنا راح نوجه سؤال إلى البرلمان العراقي وإلى الحكومة. أحب أقولهم وأسألهم هذا السؤال، إذا في كل دائرة أكو موظف واحد ماكو غيره وتحسبونا دوائر العراق من فوق لي جوة، تعالوا طلعوا لي قوائم الرواتب، وين دا تروح الفلوس؟ الناس لما شافت هاي المقاطع علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك أياد يقول أدري النظام الإلكتروني ليش خلوه غير حتى يقلل الروتين بكل دول العالم، وانت بالبيت تدخل على البرنامج وتحول سيارتك وتجدد سنويتك وتخلص قضية وتروح الله وياها. عباس عبد الله، أتذكر قبل كم يوم نفس المكان والساعة 9 وراح العينتين يتريق وعاف المراجعين. ضياء هاشم، أتعس ازدحام بالتدقيق تقريبا ساعة إلا ربع يلا خلصت وهي إجازة حتى ثواني ما يطول بيها، يتقصدون شغل بطيء ما يمشي له كل كم واحد ويعوف مكانه ويروح، لو يمشي معاملات تجي من داخل مال المعاقبين والسرة اللي واقفين عليه ما يمشيهم. أما علي كريم يقول فقط تدقيق يحتاج بالقليل 3 ساعات. فكانت هاي تعليق الناس على هذه القضية. والسؤال اللي ينطرح هنا يقول ذاك اليوم أحد المعلقين يقول ذاك اليوم أنا بالتسعة رحت أراجع هاي الدائرة، طلع الأخ وعاف المكان وراح يتريق. هنا دا نحكي عن النظام. إذا أنت تعمل في مؤسسة حكومية فأكو ساعات للعمل وأكو ساعات للاستراحة اللي تأكل وتشرب بيها،
فماكو واحد جاي بالتسعة الصبح يعني توك مداوم ما صار لك ساعة تعوف مكانك وتروح تتريق. لعد نظام العمل وين والقانون بالعمل وين؟ هذا السؤال اللي أحب أطرحه على المديريات. أبو زينب حياك الله يا أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا موضوع يعني طويل عريض ويعني كثر الخوض فيه. نعم. وموضوع يعني والله العلي العظيم يعني عيب نحكي به. نعم. جنابك تقول هاي مالت المعلومات وكذا وتطلع بأربع خمس أيام، عمي رحمة بأربع خمس أيام. أنا أحكي لك عندي معاملة مع القطعة أرض خاصة بالصحفيين والإعلاميين، أنا صحفي. نعم. من 2007 وإلى الآن قصة 16 سنة ولحد الآن بطاني القطعة الأرض، علما أنه اسمي موجود ضمن المشمولين. نعم. وكل سنة يجيني بغداد، هاي وحدة ولحد ذاتها تركتها. ثانية تصحيح تاريخ تسريح، من 2010 إلى الآن مع وجود دفتر الخدمة العسكرية مرفق مع المعاملة صار له 13 سنة. خطأ ارتكبه موظف بالنجف، بدل ما يكتب التسريح 91 كتب 98، صار 13 سنة رايح جاي البغداد رايح جاي ولحد الآن ما سووه. ها يعني أنت تصحيح معلومات 13 سنة. أي قطعة أرض 16 سنة وتركتها، أقسم بذات الله وموجود المعاملة. نعم. زين بالله عليك أي فساد إداري هذا؟ أنت من تقول لي أربع خمس أيام يعطيك بصمة ما أدري يعطيك كذا، هاي نعمة. نعم. أي يعني أبو زينب، أبو زينب بس سؤال، أنت قلت أنا صحفي وعندي قطعة قاع أريد أخذها وصار لها سنين وما تطلع لي، صح؟ يعني عندك هوية نقابة صحفيين؟ أدي اسمع. لا أنا جايك بغير موضوع. تعرف العشرات والعشرات والعشرات ممن يعملون بالإعلام واحدهم اللي دا يحكي وياك ما عنده هوية نقابة؟ أي أصور خير يا حبيب، من قامات الإعلام الكبرى رفضوا يطوها هوية نقابة الصحفيين. نعم. وأنا كنت شاهد. ها؟ نعم. من كانت نقابة الصحفيين بالأعظمية وطلعت تبكي. نعم. تقول ماني خير يا حبيب، يقول هاي ما نطيش هوية صدق كذب. تذكر البرامج ذن هذا مال عمو زكي الله يرحمه. نعم. وكامل الدبار مال العلم للجميع. نعم. ابو زيد والمعيد البدري مال الرياضه في اسبوع. نعم. واعتقال الطائية السينما والناس وبرنامج خيري حبيب عدسه الفن، اكو غير ذني بالعراق. ان ذني البرامج المشهوره مع تحيه الى جميع من ذكرت من اسماء. نعم. اي بالله عليك يعني قد مخازي اللي خيري حبيب ما يطوها هويه. هي هاي 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 واحده من مشاكل الصحفيين بالعراق، انه عندهم نقابه بس مو الكل يقدر يطبلها. نعم. لا مو عاد تطبلها، انا ابو رقاب صحفيين عراقيين واتحاد صحفيين عرب والاتحاد العالمي للصحافه وكل شيء ما محصل. الله وكيلك كل شيء ما محصل. نعم. ولاعبين لعب، فتقول لي اي فساد اداري دول عندهم؟ بصمه ما اعرف بصمه تجيك بخمس ايام عمي بركه. نعم. أنا من 2007 إلى الآن بطالع القطعة وتركتها والسلام عليكم. شكرا 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 لك أبو زينب. يعني أبو زينب حكى لكم بعض المشاكل اللي عانون من عندها العراقيين، وهذا صحيح، لأنه يعني أكو أنظمة بالعراق ما أعرف شلون دا يشتغلون بيها. يعني مثلا الجواز العراقي الإلكتروني، رادوا يصدرون جواز اختلفوا على شيء معين، العالم حارت والله شنو جواز خام بالسفارات والقنصليات ماكو لفترة من الزمن، وكهواية ناس عانت خصوصا اللي مقيمين في الخارج لأنه ما قدر يجدد جواز. هوية البطاقة الموحدة رادوا يوحدون الأوراق الرسمية الأربعة في هوية واحدة، وكانت شيء جميل وحلو أنه تخفف على الناس حتى بدل ما يشيل شهادة جنسية وجنسية وبطاقة سكن وبطاقة تموينية يوحدوها كلها في بطاقة واحدة. أكو هواية ما عدها لأنه يعاني. مشاكل العراق بالدوائر الرسمية كثيرة، والمفروض هي العكس، لأنه الدائرة الرسمية وجدت
حتى الناس تطب لها عمي السلام عليكم أرد أجدد الجواز، تفضل استريح كمل المعاملة ادفع رسوماتك أخذ جوازك الله وياك. أما إذا طلع جنسية لابني أو البتي أو شهادة ميلاد أو شهادة وفاء إلى شخص متوفي إلى رحمة الله أو أطلع أي شيء إثبات لشيء ملك طابو أو سيارة أرد أحول تسجيلها إلى شخص آخر أو أحول تسجيلها إلى اسمي بعد شرائها من شخص آخر، هذني لازم من الميسرات أن الناس ما تفكر بيها. روحوا شوفوا دول العالم عمليات بيع وشراء السيارة ما تطول ربع ساعة ومضت، وأكو دول ما يطول ربع ساعة، البايع يوقع السنوية من وراء ويقول له روح الله وياك. فتح الموقع مثل ما ذكر أحد المعلقين كتب له كم كلمة جت السنوية للبيت بالبريد. بس بالعراق، بس بالعراق روح وافتر وطب وتعال وشهر وشهرين وثلاثة وسنين مثل ما قال أبو زينب. نطلع هسه ونروح إلى محافظة البصرة، واللي مع الأسف تعاني كثيرا البصرة هي بأقضيتها ونواحيها وبلداتها والقرى مالتها لعدة أسباب: حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، جفاف، تصحر، ازدياد نسبة الملوحة، عدم توفير مياه صالحة للاستخدام البشري بشقيه الغسيل والأكل والشرب والشرب عفواً، كهرباء ما موجودة. واحد من هاي الأقضية هو قضاء شط العرب اللي بيه مشاكل هواية من مستنقعات إلى تناثر النفايات إلى تحول شوارع وأزقة في القضاء إلى مكب للنفايات، أمراض، مشاكل، عدم وجود علاج أو صحة محترمة. ولذلك وجهاء منطقة كتيبان يطالبون بإقالة قائم مقام شط العرب بسبب انعدام أو تردي واقعهم الخدمي حسب اللي هم قالوا بهذا التسجيل اللي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوفه. شو فادي بعد؟ شو مسوي لنا؟ كل شيء ما مسوي الله وكيلكم أحمد كبير. شو غير مغاب بس حاطينها شيء؟ غير مغاب غير كل هذا غضاء شط العرب كله بيده. شو مسوي لنا؟ تبليط. وكلها شوارع وتعال شوف من الظلمة وسمه. وإحنا كل شيء ماكو. هذا الشارع كما أشوفه الكهرباء الخط ما واصل منه مقابل منطقة الميدان مقطوع على النص، كهرباء تنقطع عندنا، لا عندنا نقدر محولات أو نقدر نرتب وناخذ إمبيرية، كهرباء عندنا متذبذبة ومنتهية، أكو أيام 12 ساعة تنقطع باليوم، الماء ما أعرف وين يسقي مزارع يسقي كذا. أنا ما شفت الإدارة المحلية في يوم طلعت لجنة تفتيش من الإدارة المحلية وقالوا أريد نشوف هالمواطنين يشربون ماء حلو يشربون ماء مالح يشربون. هذا طريق شركة النفط كلها عليه، الطريق خربان، الطريق محفر، الطريق مو صحيح، الأتربة علينا، الطريق علينا، يعني إحنا متأذين من السيارات التريلات تتعدى ومنافع ماكو. اللي نعرفه ماكو شي اليوم مخفي، اللي نعرفه شركات النفط أكو منافع للمنطقة اللي هم فيها. تروح لي يقول لك والله هاي قطعة الكهرباء، وين ما تروح روح روح اشتكي وروح افتر. هذه شوارعنا، هذا الماء النهار بدون تطهير كتيبان أكثر من 15 سنة، يجيبون كرين يحفر هناك هنا وهناك هنا، لا مراقب عليه، ياخذ فلوس ويمشي، منافع شخصية نهائيا، خدمات ماكو. ما أعرف عندنا إدارة محلية ولا ما عندنا إدارة. وجه تساؤلات هواية الحج هنا. أتمنى من قائم مقام البصرة أو محافظ البصرة أو نواب البصرة أو رئيس أعلى سلطة تنفيذية بالعراق، رئيس حكومة الإطار الموالية لإيران محمد الشيع السوداني، أن يجاوبوا على الأسئلة اللي هو طرحها. لأما الشط ما عليه أعمال كري وصيانة أكثر من 15 سنة هاي مصيبة. والمصيبة الأكبر يقول لك هذا الشارع اللي شفتوه قبل شوية الترابي المتعرج اللي ما أعرف شنو، تحس أنه هذا الشارع بسنة 1920 قبل التطور. هذا الشارع يعني هو اللي يوصل لشركات النفط بالبصرة، اللي هذا المنتج اللي دا يستخرج من تحت أرض العراق معتمدة عليه الميزانية العراقية بنسبة 90%. فتخيلوا اللي هم معتمدين عليه ما مهتمين به، فراح يهتمون بالناس؟ نطلع من البصرة، يلا خلونا نروح إلى محافظة النجف. هاي المحافظة اللي من المفترض أن الحكومات اللي جت تحكم العراق وراء الاحتلال الأمريكي مهتمة بيها، مخليتها جنة، ولازم تكون بأبهى صورة لأن أكثر الزوار والسياح يجون إلى هاي المحافظة وكربلة. لكن الواقع على العكس. هل شي شلون عندنا مواطن يوجه رسالة إلى هيئة إعمار محافظة النجف بسبب تخسف المنهولات بالشارع وتأثير هذا الشيء على
تنقل المركبات، الاختناقات المرورية على أرواح الأطفال والناس، وكذلك انعدام وجود فتحات تصريف مياه الأمطار بحي السلام. خلونا نشوف مجاري هاي طافحة، هاي شركة كالهم قد تكون، وهاي عيادة الدكتور خالد عنبر هاوية. شوف هاي قبالها مباشرة الفرع اللي قبالها، شوف المجاري هاي اللي طافحة والخسف اللي بالتبليط الموجود، بحيث حتى المجاري طاق هاي سجلته حتى البليط الجديد اللي هو يوديك للحزام الأخضر، هذا الشارع الجديد اللي جايب للطول، يعني راح هناك متجمع هسه كتلة. وأنا ما أريد أطول الفيلم حتى تكون على علم بي أكثر. شوف هاي المجاري، هاي السراوك، شوف هاي المجرى، هاي هنا أنا خسفة كلش كبيرة، الخسفة كبيرة كلش، وبحيث المجاري طافحة والتبليط خاسف. وهاك شوف هذا هما هنا يردون مادي، يردون يبلطوا ويسووه ما أعرف. هاك شوف هذا، وهذا هنا هذا شوف الجانب الثاني من الشارع، هذا ما بي ولا قلي، هذا طوله 200 متر ولا قلي موجود به. هذا الماء يسيح يروح وحده، يوقف بكل ركن يوقف، لا الفرع بي من هون ولا التقاطع اللي هو هذا ويا هذا الشارع. شوف هسه هذا اول شارع السراويك، هاي شوف هنا اثار، هاي الاثار الماء، هذا الركن هذا السهنانه هذا ما بي قلي طبعا، والفرع هم ما بي ولا قلي من البدايه للنهايه. وشوف شلون هذا هنا ماكو قلي نهائيا، وهذا الجانب الثاني مالته هم ماكو قلي، والحمد لله وشكر. هاي حافرها المقاول مسويها، شوفها هاي ساقيه مسويها، والساقيه هنا طافح بيها الماي، لا هو ماشي لا يمنى لا يسرى. شوفها سيدنا، وهاك هذا شوفوا هذا ساني جاي امشي لك وياه، هذا الشارع كله هذا من الطول للطول تقريبا 200 متر ما بي ولا قلي. يأدي شلون هذا الماء المطر وين يروح؟ وين يروح الماء المطر؟ شوفوا هاك ولا قلي، كل تقاطع فرع ما بي قلي، وكله مسوي سواقي السيارات بين سيابية، لو بين سيابية ما يخالف، ما بي كل سيابية، كل الماء متركز يوقف بالركن. هذا هنا نعم ماكو، شوف ماكو قلي. اللي ما يفتهم الحج هنا شو يقول، القلي اللي هي فتحه لتصريف مياه الامطار تكون هالكبره هيك بها حديده مشققه بها فتحات حتى المي ينزل بها. اتذكر قبل من كنا صغار اكو شوارع فرعيه بالمناطق الشعبيه تلقون ساقيه بنص الشارع هيك وبها اكثر من فتحه لتصريف مياه الامطار، اما بالشوارع الكبرى كنا نشوف سواقي بالاصفاح يم الرصيف اكو هيك خسفه هيك صغيرونه على مود مي المطر، واكو بهم فتحات، وبالركن لازم اكو فتحه لانه اللي جاي من فوق او اللي جاي من هنا على مود يفوت حتى يصرفون مي المطر الى اماكن اخرى، الى محطه تحليه، الى مشاتل، الى مزارع، الى النهر. فاكو شبكه، ليش يسموها شبكه الصرف الصحي او تسريب مياه الامطار او التخلص من مياه الامطار؟ شبكه جوا المدينه، شبكه مؤسسه بشكل صح انه لما تمطر بمكان المي كله يروح الى جهه معينه يستفادون منها الناس، بس بهذا اللي دا تشوفوه هذا ما يستفادون منه الناس. اولا الرصيف ناصي، هاي رقم واحد، رقم اثنين ماكو فتحات تصريف، رقم ثلاثه ماكو انسيابيه بالشارع اللي مي المطر حتى يمشي، فهذا وين يصير؟ يصير فيضان. هذا اللي نحكي احنا بكل شتاء لما تمطر الدنيا وراها المي وين يتصرف؟ على البيوت. ومنو يتأذى؟ المواطن. ليش؟ لأن أكو واحد ما مشتغل صح أو ما مفكر صح. إذا طلعنا من هنا من النجف ورحنا إلى محافظة ذي قار، راح نسمع ناشط في محافظة ذي قار يحكي لنا عن الفساد بتنفيذ المشاريع الخدمية في الناصرية مركز المحافظة بظل غياب الرقابة والمتابعة الحكومية، وهذا الشيء اللي ما جاي يخلي أي صورة جميلة للمدينة أو يحسن من واقعها. خلونا نشوف سوريا. هاي رسالة وجهها لرئيس وزراء محمد الشياع السوداني، خلي يجي يشوف محافظة ذي قار، خلي يشوف العمل المشاريع محافظة ذي قار، مليارات قاعد تهدى على مقرناص وجزرات وسطية، والله مشاريع تأثيث، بشايفكم مقتنعين بهذا الشغل؟ هاي مقرناص والله مسوينا تثليم، وين اكو مقرنص غير الكوسرة واحد يشتغل عليه مقرنص كوسرة؟ بشايفكم انتم مقتنعين بالشغل هذا؟ محمد هادي محافظة ذي قار، هذا طريق المحطة، هذا سالي 4 أشهر هذا وضعه يا
محمد الشياع السوداني تعال التقي المواطنين، عوفها المشاريع مال المحافظ الفيسبوكيه، عوفها التدوين، تعال شوف الواقع، اكثر من 250 مشروع متلكه محافظ ذيقار، ويقول لك ليش تحكي؟ التقي المواطنين وشوف استطلاع، شوف المحافظ عندها مقويه، محافظ ما يداوم. احلى شيء العالم لما تطلع وتحكي ونرجع ونقول انه الشغل تلزيق ما حد يصدق. اكو وصله من الوصل مجمعين بها بس هاي الصفحات، الشتايجر خلص، تعرفون ميزانيات العراق قليله ومعتمد على المساعدات وما عنده فلوس وما بي نفط وما بي اي شيء وما بي زراعه وما بي صناعه وما بي كل شيء، فميزانيه العراقيه كلها خلق مليون دولار يصرفوها رواتب ويصرفوها ميزانيه تشغيليه ويصرفوها على الجيش ويصرفوها على الصناعه ويصرفوها على الزراعه. فلما وصلنا الى هذا المكان قالوا عندنا رصيف فكرنا نسويه في يوم من الايام، بس الناس ما ساعدتنا وانطتنا فلوس فما قدرنا نجيب شتايجر، وما قدروا يسوون الحواف مالته بصورة صحيحة. كانوا يقدرون يسووه بصورة صحيحة، يقصقصوها بطريقة مرتبة، بكوسرة مرتبة أو مقص مرتب، بحيث حتى لو مايل هو تكون الصورة من بعيد لما تمشي بهذا الرصيف تشوفها بأبهى صورة. الناس لما شافت هاي المشاريع الخدمية العملاقة اللي انصرفت عليها ملايين الدولارات علقت على هذا الموضوع. جعفر الزيدي: الناصرية أكثر مدينة يتم فيها نسبة سرقات من أموال الموازنة. صلاح حسن: رقابة ماكو والمن تشتكي. أما علي عادل يقول: عمي شغل كله تلزيق، مدري تضحك مدري تبكي. وسيد عبد الرضا الصافي يقول: هذا فعل الكوميشنات والابتزاز، منو يحاسبه؟ في التعليق السابق يقول لك: مدري تضحك مدري تبكي. ولا والله يا أخوي علي عادل، هاي المشكلة أنه هاي تبكي، لأنه إحنا دا نحكي عن العراق اللي كان يسمى جمجمة العرب، العراق اللي كان يصدر علماء إلى العالم، العراق اللي كان قبلة الناس حتى تجي تدرس في جامعات العراق، وأكل كثير الكثير من تخرج من العراق ومن ضمنهم رؤساء دول عربية درسوا في الكلية العسكرية في بغداد. مع الأسف أن يصل الحال بالعراق إلى هذا الحال. أم عبد الله من صلاح الدين حياك الله. أبو عبد الله عفوا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، يعني هسه احنا قلنا هذول السيئين مو سياسيين، السيئين مو خوشوادم. يعني هذا الخلفة من قام يصفط هذا الاشتاجر المكسر. يعني حتى أنت مو خوشادمي؟ حتى أنت ما براسك غيره؟ يا ولد حتى أنت مو شريف؟ يعني شنو من صفطت هذا الرصيف؟ يعني الأول قلت له يا عمي ناس دايحة ناس دايحة، يعني تكمشى نتشي بالأصغر موظف، مع احتراماتي مع احتراماتي القليلين كلها فاشلة فاشلة، يعني ما عتفتهم ما عتفتهم. وانت رديت على حتاية قلت العراق كان جمجمة جمجمة الايش؟ العرب. العرب على راسي يا وكيل. كان يسمى في هذا الأسن لفترة طويلة من الزمن، من خمسينيات القرن الماضي إلى نهاية السبعينيات أو إلى نهاية الثمانينيات أيضا. على رأسي على رأسي، لأن غير كانوا يقودوه خلينا نقول من مهندس لدكتور لعالم لكل هذول ماكو، هذول كل العلماء والمهندس والدكتور الصحيح كلها طلعت برا، لأن دولة فاشلة. لا والله نقول دولة نكفر، دولة فاشلة يقولون ناس فاشلين، الناس الطيبة عاد والناس الزينة تشتغل، يعني ما طلعت أنت برا، ما طلع أستاذ محمد برا، ما طلع أستاذ عمر برا، عايش أنتوا طلعتوا؟ يعني أنتوا تحسون صوت حق؟ صوت الحق ما حيريده، يعني هسه أنا اللي اشتغل صحيح ما حيريده، يعني أنت من تجي تقيس أبسط شيء الدائرة من الدوائر، أنا أقول لك، أنا دائرة من الدوائر صار ثلاث سنين أبغى أحل أسلم كملة المعاملة مالتي، ثلاث سنين عدل. على تغيير لوحة من فحص إلى ألماني، ثلاث سنين صاروا ما خلصت، ولحد الآن ما خلصت آخر شيء عفتها. نعم. يعني مدير دائرة مدير شعبة، المدير الرئيسي اللي يروح شوية، هاي غير ناس كان شعلة ناس بوقات يا أستاذ العزيز. نعم. يعني أنت مديرك أعلى من عندك ما يروح شوية، ليش؟ غير ناس انطمط على ناس مع احترامات شخصك. يا نعم. حبيبي عمي ناس دايحة وأنت تقول النجف الأشرف. عمي نجس اسمه النجف، وهذه لام محمد اخونا محمد يطلع من امريكا يقول ابو عمامه
ما دمرنا غير هال ابو عمامه، غسل عمامه حيش العمامه صحيح نجسوا اسم النجف ونجسوا اسم كربلاء وجوي للبوق باسم العتبات وباسم غيرها وباسم غيرها للبوق لانه هو السلب يشوم لي راسه يطلع برا. هاي الموازنه الانفجاريه وين راحت؟ يلا راح تروح تجوب الفاسدين وتشذب كله تشذب نعم شارع تبييض مجرى بلطه تبييض مجرى بلطه نعم والله السودان محمد شاعر السوداني يطلع والله يشوف على مدخل بغداد اتحدى الى يخلص بعد سنه اتحدى واتحدى ابوي الى يخلص بعد سنه وانا ممنون منك شكرا صادم. شكرا صادم. لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام نحن الان في ايام المباركات، نحن في الايام الحرم وفي موسم الحج المبارك، وبيت الله العتيق يعج بزواره الذين تشرفوا بأداء مناسك الحج لهذا العام. جعلنا وإياكم إن شاء الله من زائري البيت الحرام في مثل هذه الأيام المباركات أجمعين إن شاء الله، وهي حلم لكل مسلم لله تعالى. لكن أدنى مواطن من النجف يحكينا هنا عن وجود عمليات نصب واحتيال دا تصير ضد أهالي النجف الراغبين بالحج بسبب فساد بعض مكاتب السفر والسياحة واستخدامهم أساليب مخالفة للضوابط القانونية حتى يتربحون على حساب العراقي. يعني بمختصر حتى موسم الحج صار للتجارة نتيجة غياب سلطة القانون في محاسبة مثل هكذا حالات. خلونا نسمع من الرسائل الغريبة اللي وردتني على الماسنجر اليوم، قيام بعض شركات السفر والسياحة بالاحتيال والنصب على الحجاج، الناس اللي تريد تطلع على للحج عن طريق الحج التجاري، أخذوا منهم مبالغ شي 85 ورقة وشي 145 ورقة. شنو هذا التفاوت بالسعر؟ ربما حسب الخدمات. كان الاتفاق وياهم ياخذوهم للشارقة ومن الشارقة إلى الرياض. اللي صار كالآتي: تم احتجازهم، أخذوهم للشارقة وتم احتجازهم بالشارقة من قبل السلطات الإماراتية لأنه تبين أنه فيزهم ليست فيز حج وإنما فيز سياحية. الآن هؤلاء ناس كبار بالسن موجودين بالشارقة، راح يرجعوهم على أساس البغداد ومن بغداد راح يرجعوهم للنجف. الآن هم موجودين هناك، تأخرت طيارتهم وتأخر رجوعهم للبلد، ما نعرف هسه هم شنو، محجوزين موقوفين ما نعرف، ناس كبار بالسن انصدموا تأذوا، أهلهم خايفين عليهم، خسروا أموال كثيرة. الرسالة إلى محافظ النجف الأشرف، إلى الجهات الأمنية في مدينة النجف الأشرف، نرجو منكم متابعة هذه الشركات، شركات السفر والسياحة، عمليات النصب على المواطن النجفي بالآونة الأخيرة كثرت من قبل بعض ضعاف النفوس اللي يعملون بالسفر والسياحة. أحب أوجه رسالة إلى ضعاف النفوس اللي دا يذكرهم. حبيب قلبي خلي ببالك أنه أغلب زوار بيت الله الحرام في مواسم الحج هم كبار السن، والقليل من الشباب وصغار السن من يذهب إلى الحج من المتمكن أو اللي حصل على المقدرة للذهاب، أما كبار السن هم اللي دوروها لأنه تقربا إلى الله تعالى ويريد يؤدي ركن من أركان الإسلام. فكبار السن من رجال شيبة ونساء احترم شيبته واحترم عمره واحترم كبره، وتخيل هذا اللي قبالك والدك فرح تنصب عليه هاي النصبة دازة للحج، تقول له أدزك ترانزيت عبر دولة مطلع له فيزا سياحية وأكو فيزا خاصة في موسم الحج. هاي نحكيكم إذا كانوا في الداخل، لكن عندنا مصدر مطلع كشف لنا الأخبار عن تسمم 45 حاج وحاجة عراقية وعراقي بوجبة عشاء قدمتها هيئة الحج العراقية بمكة المكرمة. المصدر قال أنه 45 حاج عراقي
تعرضوا للتسمم الخميس بعد أن تم تقديم وجبة عشاء لهم في فندق اللؤلؤة بمكة المكرمة من قبل هيئة الحج والعمرة العراقية، وأضاف أن الحجاج تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وسبعة منهم ما زالوا حتى الآن في المستشفى لاستكمال العلاج. خلونا نشوف سوية. هاي المشكلة عويصة، لأنه هيئة الحج والعمرة من المفترض أنه هي بعيدة عن الفساد، بعيدة عن المحاصصة، بعيدة عن كل شيء سيء، لأنه بس اسمها بحده كافي، ومن المفترض أن تكون هي هيئة تخاف رب العالمين، فتخاف رب العالمين بذولة اللي هم برقبة هالحد ما يرجعون إلى بلدهم سالمين غانمين مكملين أداء مناسك الحج وفرحانين في زيارة بيت الرحمن. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك عمار فرات يقول: أكو شخص نصب على 9 مواطنين وأخذ منهم 49 مليون ونص بالنجف، يعني 9 مليون تقريبا من كل مواطن ماخذ من عندهم، ما شاء الله. زينب الكناني تقول: حتى حجاج بيت الله ما سلموا. علاء الحسن: عمي الاكل صار اسبوع من مطبوخ وكله محفوظ بالمجمده، طبعا يتلف والجو كلش حار. وكرار الجبوري: حدث معنا اليوم حيث ان المتعهد كان يملك فيزا حج داخل جوازه، والبقيه مسوي لهم منفيس جماعي بفيزا سياحيه، وكانت النتيجه هو عبر، وبقية الحجاج تم الإبقاء عليهم في الشارقة لثاني يوم. فكان هذا التعليق على أول مقطع طلعناه وياكم اللي الحجاج النجف اللي ماخذيهم إلى الشارقة بفيزا سياحية. مشاهدينا الكرام، الحمى النزفية موجة وبائية جديدة تهدد العراقيين، وحكينا عليها هواية، وسلطنا قسم التواصل الاجتماعي الضوء على تزايد حالات الإصابة بمرض الحمى النزفية بالعراق بوسط عجز الجهات المعنية لمواجهة انتشار المرض. وقالت لجنة الصحة النيابية أنه ما توجد إمكانية لمنع انتشار مرض الحمى بالعراق بسبب ضعف الإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الصدد، وبينت أنه ماكو إمكانية للسيطرة على ذبح الماشية العشوائي بمدن البلاد، وأضافت أنه الأيام المقبلة راح تنذبح الأضاحي بالبيوت، ما ينذر باستمرار انتشار المرض. خلونا نشوف سوية هذا الانفوغرافيك اللي عدى قسم التواصل. تعرج ما تقول زين خطبت البيطره؟ هي خابنا بيطره الوجهيه، وما طلع علينا يقول اكو دكاتره خاصين يطلعون، وحتى هسه الدكاتره ما جاي يطلعون عليها يخافون من هذا المرض. تبعد عن الصحة العامة ما يقارب 50 متر، يعني بصف الجهة الرقابية اللي تأكد انه هناك حمى نزيفية في المحافظة. دائرة البيطرة بالقرب من هذه المواشي ما تبعد يمكن 300 متر،
زين وين الرقابة؟ وين الجهات المختصة اللي تتابع هذه الأمور؟ وأزيدكم مشكلة ما قالها التقرير إنه القصاصيب راح يستغلون الحمى النزفية وراح يبدي كل واحد يعلي السعر بكيفه لأن يقول لك أنا متأكد اللحم اللي موجود عندي بالمحل ما بيشي. مشاهدينا الكرام تفاعلوا المغردين على منصات التواصل الاجتماعي ويا قضية خريجين قدامى اللي دا يحجون ويتظاهرون ويعتصمون وماكو أي حل إلى حد هاي اللحظة ولذلك تصدر اليوم ترند العراق واسم حقوقنا خط أحمر تفاعل به المغردين على منصة تويتر. جبنا لكم بعض التغريدات. محمد أبو زهراء: الخريجين القدامى هم ثمرة من ثمرات البلد التي لم تقطف ثمارها بعد بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة في مسألة التعيينات، لذا نطالبكم بالإنصاف وقطف هذه الثمار. عمار الأبيض: الخريجون القدامى بلا حقوق بلا تعيين بلا رواتب بلا امتيازات مواطن، أين ضمائركم؟ أين المساواة والعدالة؟ أين الإنصاف؟ وحيدر: لن نتقاعس بالمطالبة بحقنا، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، لن نسكت ونبقى وراء حقوقنا، لسنا مستعدين أن نخسر من عمرنا سنوات أكثر، فلا أحد يستطيع أن يعوضنا عن كل لحظة تضيع من أعمارنا. قاسم عباس: إن حقوق الآلاف من الخريجين القدامى وعوائلهم حقوق مشروعة كفيلها الدستور، لن نقبل أن يؤخذ من أيدينا وحقوقنا ساتر أتعابنا، لن نقبل أن يقترب أحد منه. هاشتاغ حقوقنا خط أحمر كانت هاي التغريدات عليها، أو كذلك الكثير من التغريدات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام هذا كان ما موجود أو كل ما كان موجود ويانا يعني بحلقة اليوم من برنامج صوتكم. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم، ويبقى السؤال الأخير اللي هو الحل شنو؟ أنتم اللي جاوبون عليه. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله. في أمان الله.